لنقاش ملف الجزائر. ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر العاصمة الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل معرف. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. دستوريا وبعد انتهاء ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى أين تتجه الأمور في ظل هذا التمديد الإجباري الذي فرضه الواقع؟ أعتقد بأن الوضع سوف يستمر في الانسداد، وأن سلطة الأمر الواقع الممثلة في المؤسسة العسكرية لا تريد التغيير بأي حال من الأحوال، وهي تدعي بأنها موجودة على خط الدستور بينما هي خارج إطار الدستور، وأن التخريج التي كانت أو الفتوى التي كانت من طرف المجلس الدستوري عندما انتهت مدة صلاحية رئيس الدولة بعد أن تعذر أن يكون هناك انتخابات الرابع من يوليو استنادا الى الماده 103 من الدستور الجزائري وايضا الماده 141 من قانون الانتخابات. نعم. خرجت فعلا من الجانب الدستوري واصبحت تريد ان تفرض سياسه الامر الواقع، لانها تعرف جيدا بان هناك شعب يخرج كل جمعه وسبت وثلاثاء الى الشارع منددا بحكم العسكر ومناديا لدولة مدنية وأيضا مرددا إلى عبارات أنه لا بد من تسليم السلطة من الشعب، وأن المادة 7 و8 من الدستور الجزائري هي الكفيلتين فقط بالتطبيق، أما باقي المواد هي لا أثر لها في حفل المشهد السياسي الجزائري. ولا تتصور بأن الآن نحن نعيش حالة دستورية وأيضا فراغ دستوري لم تعرفه ربما دول أخرى مضت في هذا المجال غير الجزائر في هذا الوضع السيء. ونقطة أخرى مهمة جدا هو أن الجزائر اليوم تحكم بمنظومة فساد متكاملة لا تريد أن تغيير، وأن أيضا أركان صراحة للتحول. سنتحدث بالتفصيل عن هذا الخطاب الأخير لقائد الأركان، لكن قبل ذلك وبالحديث عن الفراغ الدستوري، ما مدى الحاجة لتنظيم هذا الحراك الشعبي وتعيين ممثلين له لتهيئة الأرضية نحو الحل السياسي وذلك وفقا للمطالب الشعبية التي ترفع في الشارع؟ يا سيدتي الفاضلة، وحتى أعرف جمهور ومتابعي هذه القناة المحترمة، أن الشعب الجزائري الذي يخرج لمدة 5 أشهر استطاع من خلال هذا الحراك وهذا أيضا الضغط على سلطة الأمر الواقع أن يدفع بالكثير من الخبراء والكثير من فاعليات المجتمع المدني وأيضا الشخصيات إلى غداك، واجتمعت وقدمت الكثير من الرؤى والمقاربات والمبادرات، ولكن في الجهة الأخرى هناك عسكر لا يريدون صراحة أن يستمعوا إلى آراء الشعب الجزائري أو من يمثل هذا الشعب الجزائري، لماذا؟ لأن هم يعرفون جيدا بأن نجاح أي مبادرة سياسية يعني السماح لتيار وطني أن يتبوأ شدة الحكم، ومن ثم تفتح ملفات الفساد التي ستقال حتى المؤسسة العسكرية التي الآن يقولها القائد جايد صالح. قايد صالح، نركز على هذه النقاط معذرة على المقاطعة لضيق الوقت دكتور. القايد صالح اليوم في خطابه أكد على دعمه للرئيس المؤقت ومبادرته، وأن الجيش يعمل على الوصول للانتخابات الرئاسية. كيف تقرأ هذا الخطاب انطلاقا من دور المؤسسة العسكرية في العملية السياسية وإجهاض الإرادة الشعبية بشكل أو بآخر؟ خطابات صراحة تراوحت السابق بين التهدئة نوعا ما، دعوة للحوار، ولكن هذه المرة فيه تخوين وفيه أيضا استهداف، فيه ضغط وفيه محاولة تمرير الانتخابات كخيار هكذا على الشعب الجزائري. والجميع يعرف بأن أي انتخابات في هذه الظروف إلى غداك ستفرز رئيسا ضعيفا، ضعيف الشرعية على المستوى الداخلي وأيضا على المستوى الخارجي، ولكن يبدو بأن المؤسسة العسكرية هي تعرف جيدا بأنها الآن بحالة من التأزم وحالة من الانسداد، وبالتالي تريد أن صراحة أن تفرض هذه الانتخابات كخيار ولو بالقوة. وهذا الخطاب صراحة بدأ لنا كحقوقيين وكنشطين سياسيين وأيضا تابعين في هذه المعارضة أنه استفزازي وغير مقبول، وأيضا صراحة ليس في حكمة رجل الدولة أو من يريد أن يسهر على أن تكون الدولة في ملأ عن كل استفزازات قد تؤدي إلى عواقب غير محمودة.
شكرا جزيلا لكم الباحث في القانون الدولي دكتور إسماعيل معراف، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر.